سنت. يا من بذكرهم تطيب كلماتي وبحبهم أنجو من الهلكات، لولاهم لم يستقم أمر الهدى وبدونهم لا خير في الصلوات. مطهرون مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر. والله لما برى خلقا فاتقنه، صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فعندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها، إلا الصلاة على النبي محمد. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم هذه الولادة السعيدة، ولادة سيدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها. فاطمة بنت موسى ابن جعفر، هذه التي يقال لها كريمة أهل البيت. ونجد أن الاحتفاء والاحتفال بها في مدينة قم، مدينتها، محل مدفنها، قائم على قدم وساق، حيث يحتفلون 10 أيام، يعني من هذه الليلة مثلا، ليلة القادمة، إلى ميلاد الإمام الرضا، لأنه 10 من ذي القعدة ميلاد الإمام الرضا سلام الله عليه، 11، فيصير يعني 10 أيام هم يحتفلون بهذه بمولد السيدة في حرم السيدة المعصومة سلام الله عليها، ويسمون هذه الأيام 10 المباركة. هذه أيام ما بين ولادة السيدة المعصومة ولادة الإمام الرضا، يسمونها بال10 المباركة. على كل حال، ولادتها سلام الله عليها في أول ذي القعدة، في أول شهر ذي القعدة، لكن اختلف في سنة الولادة، وعلى هذا الأساس اختلفوا في عمرها الشريف، واختلاف كبير، يعني مو اختلاف صغير، اختلاف كبير، حيث بعضهم قال أن عمرها هو 18 سنة، وقال بعضهم أن عمرها الشريف هو 28 سنة. هذا بسبب الاختلاف في تاريخ ولادتها، وعلى هذا الأساس
راح ينظر إلى أنه كم مكثت مع أبيها موسى بن جعفر سلام الله عليه. لكن قد يقال أنها أدركت سنين عديدة مديدة من حياة والدها موسى بن جعفر، والقسم الأكبر من حياتها تربت فيه على يد أخيها وخليصها وهو الإمام الرضا عليه أفضل الصلوات والسلام. طبعاً اختلف هل أن فقط السيدة فاطمة خليصة الإمام الرضا أو القاسم أيضاً الذي كان يحبه الإمام موسى بن جعفر حباً جماً هو أيضاً خليصهما، لكن المتفق عليه أن فاطمة خليصة الإمام الرضا عليهما السلام. فبسبب الظروف العصيبة المتعبة التي مر بها إمامنا موسى بن جعفر حيث تغيبه في السجون، فقدت هذه البنت الكريمة العظيمة فقدت أباها في ريعان شبابها إن لم يكن في بداية صباها، لكن كانت علامات الكمال تبدو على هذه البنت. وهنا يوجد مسألة عويصة شغلت فكر المؤرخين الذين تحدثوا عن تاريخ بنات موسى بن جعفر. طبعا الإمام موسى بن جعفر عند أولاد كثيرون وبنات كثيرون كثيرات أيضا، ولكل ولد من أولاده وبنت من بناته قصة وكرامة. يعني لو أردنا الآن أن نستذكر تاريخ أولاد وبنات موسى بن جعفر لاستطعنا، لأن الحديث غني عنهم، يعني يمكن للإنسان يتحدث بسهولة وبراحة لوجود تاريخ عظيم لكل واحدة وكرامات عديدة لمقامات بنات موسى بن جعفر. لكن المسألة هنا أنه ولا واحدة من بنات موسى بن جعفر قد تزوجت. هذه مسألة شغلت فكر العلماء في الحديث، أنه ليش بنات موسى بن جعفر ما واحدة منهن قد تزوجت مع كمالهن مع فطنتهن علمهن شرفهم الذي لا يقاس به شرف، مع كل هذه الكمالات ومع النسب والحسب والجمال والعلم والفضيلة والمناقب لم تتزوج ولا واحدة. طبعا يوجد نهي من نفس الإمام وارد أنه لا تتزوج أي واحدة من بناته، حتى في موقوفات اللي وقفها على أولاده قال أي واحدة تتزوج ما إليها حصة من الصدقات إلا هو وقفها على بناته، لأنه هو يعرف أنه ما واحدة منهن راح تتزوج فوقف الوقوفات. وقال أيضا أن أمر زواج البنات إلى أخيهن علي بن موسى الرضا فهو العالم بمناكح قومه، أي واحدة ما يصير تتزوج بدون إذن الإمام الرضا عليه السلام. وحتى إخوانهن الخلص لهن لبنات موسى بن جعفر قال لهم لا تتدخلوا ولا تعارضوا أخاكم في زواج شنو أخواته حتى لو ما هم خليص إلهم. لهذا طبعا بحثوا بحث كبير وطويل في سبب عدم زواج بنات موسى بن جعفر، لكن أحد الأسباب يقولون أن الإمام يعلم أنه ما حد راح يقدر يتزوج من بناته مع الظروف الأمنية القاهرة، فكثير من الناس ابتعد عن الزواج لأن موسى بن جعفر كان ملاحق ملاحقة شديدة،
وهناك قصد لقتل من يرتبط به، ولذلك قتل أكثر أولاد موسى بن جعفر. مع كثرة أولاده أكثر أولاد موسى بن جعفر شهداء وثوار، فبالتالي الظروف الأمنية كانت أحد الأسباب. وقد يقال شيء آخر، هذا أنا ما أريد الآن يأخذ حديثي، هذا إلى تفصيل آخر. فمن هنا التعطيل عن الزواج ليس لعدم الرغبة في الزواج، لأن الزواج مستحب، وإنما بسبب أمور قاهرة، بسبب ظروف عصيبة، ولوجود وظيفة عالية لهؤلاء البنات في نشر مذهب أهل البيت لم تتزوج بنات موسى بن جعفر، ولذلك انتشرت بنات موسى بن جعفر في الحجاز، في العراق، في إيران، في مصر، انتشر التشيع أيضا، وانتشرت فضائل أهل البيت، وانتشر ود ومحبة أهل البيت بسبب بنات موسى بن جعفر وبركاتهم اللي ظهرت في كل الأماكن. لكن من بين هؤلاء البنات من زادت كراماتها وظهرت فضيلتها هي فاطمة المعصومة، فاطمة بنت موسى بن جعفر سلام الله عليه. وهذه البنت بالذات لها كرامات باهرة ولها فضل عميم، وفي اعتقادي أن هذا بسبب الوظيفة التي ستقوم بها هذه البنت، يعني بنت موسى بن جعفر السيدة فاطمة المعصومة. هذه البنت سوف تكون رائدة في مركز لأهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ما نقتنصه ونتصيده من الروايات الواردة في فضلها. مثلا لما يتكلم الأئمة يقولون إحنا يوجد حرم آمن لله وهو مكة، ويوجد حرم آمن لرسول الله وهو وين؟ المدينة. هناك يوجد قبر رسول الله، هذا حرم آمن لمن؟ لرسول الله. ويوجد حرم لأمير المؤمنين آمن وهو الكوفة، ويدفن أمير المؤمنين هناك أيضا في العراق في النجف ظهر الكوفة. وإن لنا، يعني أهل البيت الأئمة الباقين، وإن لنا حرم آمن وهو قم. يقول الإمام في ضمن هذا السياق: وستدفن فيه بضعة مني يقال لها فاطمة من ولدي موسى بن جعفر. يقولون لما حدث الإمام الصادق بهذا الحديث ما كان بعد قد ولد موسى بن جعفر له، فإذن الإمام بصدد الحديث عن المستقبل، والأئمة لا يتحدثون عن المستقبل إلا في أشياء جدا جدا مهمة ترتبط بالتخطيط الإلهي العام لمستقبل الإنسانية والبشرية. فلما يتحدث عن حرم آمن، لما يكون حرم آمن يعني يمكن لأصحاب هذا الحرم الآمن أن يمارسوا حريتهم في دينهم وشعائرهم وعلومهم من دون ضغوطات، وهذا الذي اختاره الأئمة. أنا لا أدري هل تحدثت حول هذا التاريخ في هذه الحسينية المباركة أم لم أتحدث، لكن سأدخل، هذا جعلته مدخل للحديث عن السيدة من هذه الجهة، أنها جوهرة قدسية لمركز علمي أراده الأئمة، وهو مشروع خطط له من قبل، يعني ليس متروكا للظروف العشوائية.
ليس متروك للعفوية، وإنما يوجد هادفية وقصد وتخطيط مسبق. وهذا ما عمل الأئمة عليه بجهد جهيد، وإذا بهم يدعون الناس وشيعتهم للالتحاق بهذه البقعة الجغرافية في وقت مبكر، يعني من أيام الإمام الباقر سلام الله عليه بدأ الناس يتوجهون إلى منطقة الجبل، يعني في هذه المنطقة منطقتكم بدأ الناس يتوجهون. ومن القديم صارت هاتان البقعتان مدينة كاشان ومدينة قم من المراكز الشيعية، يعني هاجر إليها الشيعة من العراق. طبعا أول القبائل التي هاجرت هي القبائل اللي كانت تشكل عمدة جيش الإمام أمير المؤمنين في الكوفة، وهي القبائل الأشعرية. هذه هاجرت بني أشعر الأشعريين إلا رسول الله مدحهم كثيرا من اليمن، قدمت إلى الكوفة بعد ذلك وصارت حامية عسكرية. دولة كانوا في جيش الإمام علي وأولادهم هكذا مدربين عسكريا، فلذلك لما جاء واستولى على الأمر معاوية ومن بعده من الأمويين أرادوا أن يفتتوا هذه الجماهير العريضة والحامية العسكرية إلا في كل مرة تسوي إليهم مشكلة، فتقصدوا شيعة الإمام تحت كل حجر ومدر. نصائح الأئمة سلام الله عليهم قالوا لهم هاجروا إلى تلك المنطقة إلى منطقة قوم، فصارت الأحاديث مثل هذا الحديث الذي حدثته لكم ذكرته ومذكور بعدة ألسنة وعدة مضامين، أنه الحرم الآمن إذا نزلت عليكم الفتن هو قم. ورد عن الأئمة بعدة تعابير، منها هذا الذي ذكرنا الحرم الآمن، منها إذا نزلت بكم الفتن فعليكم بقم، منها أن قم عش آل بيت محمد. اللهم صل زين. إذن هذا المكان وهذا المقام وهذه البقعة الأئمة وجهوا الناس أنه إذا نزلت الفتن المشاكل القتل روحوا إلى وين أفضل الأماكن فهي قوم. ورد أنه راح تصير مكان آمن، بمعنى مثلا في الأحاديث ما قصده جبار إلا قصم الله ظهره، ما قصدها جبار بسوء إلا وأنزل الله عليه العقوبة مباشرة ينتقم منه. وأحاديث كثيرة تشير إلى الأمن الموجود في قوم. فمن هنا هاجر بنو أشعر الأشعريون وراحوا إلى تلك المنطقة. لما اقتربوا منها كانت تلك المنطقة منطقة قوم فيها ناس كقرية، لكن حول بساتين وأنهار. قالوا لهم أنتوا تأذنون لنا أن ننزل بجانبكم نسكن وياكم في هالمكان المنعش؟ دول قالوا إحنا ما عندنا مشكلة، بس بشرط تحموننا، لأنه في كل سنة إحنا يجون ناس قطاع طرق يهجمون علينا يأخذون من عندنا غلاتنا بعض ثروتنا الحيوانية ثروتنا النباتية، جهودنا كلها تسرق. المكان كلش جيد، مكان آمن من حيث الثروة الغذائية موجودة يأمن إلينا الغذاء، بس موجود هالجماعات اللي تهجم وتأخذ الموجود والما موجود، وإحنا ما نقدر نحاربهم، ما إحنا ناس عسكريين
قالوا لهم دولة أهل بني الأشعريين اللي هم من أتباع الإمام الصادق والباقر، قالوا هذا سهل علينا، احنا ناس محاربين من الأساس، احنا في الكوفة ناس محاربين لأن الكوفة حامية عسكرية، فإحنا نتصدى لهؤلاء ما عندنا مشكلة. وبالفعل في تلك السنة نزل الأشعريون بقوم العرب يعني، فجاء أولئك قطاع الطرق على سجيتهم وطبيعتهم، كل سنة يجون يأخذون الأكو والماء أكو ويمشوا، لا أحد يردهم ولا أحد يقول لهم لا تفعلوا شيء. وإذا متصدين إلهم هؤلاء الرجال وهؤلاء المحاربين والشجعان، ففروا ولم يعودوا، فأصبحت آمنة 100%. هذه مدينة شنو؟ مدينة قوم. زين، هذه المدينة توجه لها هؤلاء الذين هم يحدثون عن الإمام الصادق، فسميت قم بالكوفة الصغرى. هي الكوفة كانت مركز علمي كبير، تسامعين أنه هالأيام مر عليكم أن 4000 تلميذ من تلاميذ الإمام الصادق في مسجد واحد في الكوفة. يقول أبو الحسن الوشة أدرك 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد، يعني مركز علمي كبير. هذا المركز العلمي الكبير كثير من علمائه وين قصدوا؟ قصدوا إلى مدينة قوم. إذن العلماء الذين يحدثون في الكوفة كثير منهم وين راح؟ راح إلى قوم، فأصبحت قوم مركز علمي لنشر أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم. هذا المركز العلمي انتشر فيه محدثون، دولة الأشعريين مبين عندهم تخطيط، مو مسألة هكذا، سامعين أئمتهم وأئمتهم أرسلوهم. لما وصلوا إلى هناك صاروا يستدعون المحدثين والعلماء الكبار، مع أن فيهم علماء كبار مثل سعد وعبد الله بن سعد وأولاده، مثل آدم ومثل زكريا بن آدم ومثل زكريا بن يحيى، ويعني عديد كبير من المحدثين الكبار جدا جدا من الأشعريين الموجودين في قوم. يقول في هالحالة صاروا يدعون المحدثين الآخرين، يعني اللي يروون عن الأئمة وأولاد الأئمة، فمثلا دخلها السيد موسى المبرقع، السيد موسى ابن الإمام الجواد سلام الله عليه. السيد موسى هذا دخل وهو يلبس البرقع، فلما لم يعرفه الأشعريون، كان يلبس البرقع إما خوفا من معرفته أن كان مطلوب للدولة، فقال له العرب الموجودين في قوم إنا لا نحب أن يجاورنا من لا نعرفه، إحنا نريد نعرفك من أنت. فنزع البرقع، ما عرفوا، ما كانوا شايفين من قبل. فعندئذ خرج إلى كاشان، في أثناء خروجه إلى كاشان التقى بواحد داخل من المحدثين اسمه أبو الصديم من أصحاب الأئمة، أخبر أهل قوم، قال لهم أتعرفون هذا الذي خرج من بلدكم؟ قالوا لا. قال لهم هذا ابن الإمام الجواد، فندموا وأرسلوا إليه إلى كاشان وفد من كبار علمائهم حتى يسترجعوه إلى قم. لما رجعوه إلى قم أعطوه أموال وبساتين واقتطعوا إليه الأراضين حتى فقط يبقى عندهم. وهكذا كانوا يصنعون مع العلماء، يجذبونهم وينفقون عليهم أراضين وخيول ودنانير، نفقات يعني سنوية وغير العطاء الآخر.
وهكذا انجذب العلماء إلى أين؟ إلى مدينة قوم. هذا إذن مشروع الأئمة. لكن هذا المشروع إلا الأئمة، إحنا لو أردنا الآن أن نقول المشروع الناجح في الواقع هو الذي ينال القدسية ويكون أيضا آمن، اختاروا أن يكون بعيد عن رقابة الدولة الأموية، لأن الدولة الأموية عاصمتها في بغداد وقريبة من الكوفة، فوين اختاروا؟ مكان يكون على الهامش مو في المركز، بعيد في الأقاصي، وهو في مدينة مثلا قم المقدسة. هذا أبعد عن الرقابة، المركز يشع بحرية، ومن هنا أصبحت مدينة قم مهوى أفئدة العلماء والشيعة. يقول الإمام سلام الله عليه أنه تصير في آخر الزمان كذلك، بحيث ما في أحد خائف مكروب مطلوب إلا ويذهب إلى قم، وتكون حجة على العالم، يعني توصل علوم أهل البيت من هذه المدينة. هذا كله إذن غاية من غايات هذا المشروع. الأئمة خططوا لذلك على أساس أنه يدخل في ضمن المشروع الإلهي، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل من، إلى أن يقول واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذا من شروط شنو المشروع الناجح، أن أفئدة من الناس ترفرف على ذلك المكان. هذا شلون الأئمة بلغوا إليه؟ بلغوا بمثل هذه الروايات التي قبل قليل ذكرتها، فهاجر الأشعريون وهاجر الشيعة من كل بلاد الأرض إلى أين؟ إلى قم. هذا في نفسه ما كان كافي، هذا يوجد المقتضيات ويحفز، بس ما كان كافي لاستمرار المركز في ألقه النور للتبليغ وللمعارف، يحتاج إلى شخصية عظيمة تكون هناك. هذه الشخصية العظيمة تمثلت في من؟ في بنت موسى بن جعفر فاطمة. إذن فاطمة المعصومة نهضت بها رسالة عظيمة، وهي أنها عصارة أمن الأئمة. مو الأئمة قالوا حرم آمن لرسول الله وحرم آمن لله وحرم آمن لأمير المؤمنين، بس الأئمة وين حرمهم الآمن؟ قالوا حرمنا الآمن فيكم، وستدفن فيه بضعة مني، يقول الإمام الصادق، وهي فاطمة بنت موسى بن جعفر. إذن هي هذه وظيفتها، هذه القداسة اللي نالتها مدينة قم نالتها بسبب دفن بنت موسى بن جعفر، إلا أصبحت إليها زيارة خاصة مروية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلوات والسلام، كما يرويها زكريا بن آدم هذا المأمون على الدين والدنيا، كما يقول الإمام. مو يقول إذا أنا ما عندي أحد أسأل، واحد يقول للإمام من أسأل؟ قال له عليك بزكريا بن آدم، فهو المأمون على الدين والدنيا، اسأل هذا. هذا اللي يقول عن الإمام الرضا لما أراد، قرر هذا بسبب سفاهات بعض الشباب في قوم، قرر هذا أن يطلع، سفاهة بعض قومه عليه، هذا عالم كبير، قرر أن يطلع من قم. الإمام الرضا قال له لا تخرج من قم، فإن الله يدفع بك البلاء عن أهل قم كما يدفع الله البلاء عن أهل بغداد بموسى بن جعفر سلام الله عليه. إذن هذا رجل عظيم، هذا يروي الرواية، رواية زيارة السيدة فاطمة المعصومة. يعني الأئمة وجهوا هنا إلى ضرورة زيارة هذا المكان، نسأل الله أن يجعلنا من زوارها. وبالفعل وردت رواية تحمل نص زيارتها، إلا فيها يا فاطمة اشفعي لي
في الجنة، فإن لك عند الله شأن من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة فلا تسلب مني ما أنا فيه. يقول الإمام الصادق: تدخل كل شيعتنا بشفاعتها. متوجه إلى الرواية تقول مو بس يدخل جماعة من الشيعة بشفاعتها، تدخل كل شيعتنا بشفاعتها. هذا ما نفهمه إلا إذا توجهنا إلى أن فاطمة تمثل خط كل الأئمة، لأنه الشفاعة كل الشيعة يدخلون، هذا معناه أنها تمثل ذاك الخط، خط الأئمة كاملة وقاطبة، وهذا معنى المركز اللي أراده الأئمة. يدخل كل شيعتنا بشفاعتها، هذا شوي مستغرب، لكن شلون نفك الاستغراب ونزيح الاستغراب؟ لما نعلم أن فاطمة المعصومة هي النواة لذلك المركز، فلما دفنت في قم أصبح المكان مقدساً باحتوائه على جثمان فاطمة بنت موسى بن جعفر. فلذلك يعني إحنا ما عندنا زيارات لكثير من بنات الأئمة وهم عظماء، ما عندنا زيارة خاصة إلهم متن، وإنما العلماء بعض الأحيان يكتبون متن خاص. وإذا بفاطمة بنت موسى بن جعفر لها متن خاص، زيارة خاصة كزيارة الحسين عليه أفضل الصلوات والسلام، معصوم هو الذي يعطيك هذا المتن. فبعد أن تبدأ السلام على آدم والسلام على نوح والسلام على موسى والسلام على أمير المؤمنين بعد رسول الله، بعد ذلك تزور كل الأئمة، اجي تزور فاطمة سلام الله عليها، تبدأ بزيارتها. أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، راح أختم الحديث، بس الخلاصة إننا يمكن أن نعلم بعظمة فاطمة المعصومة ونستذكر هذه العظمة عندما نعلم أنها هي مشروع من مشاريع الأئمة من أجل توفير المركز العلمي الذي يبث رسالتهم ولا يكون مضغوط عليه، يعني ما يكون مكان يمكن لأحد أن يتسلط ويمنع بث علوم الأئمة منه. ولذلك نجد أنه في أيام الإمام العسكري لما العباسيون أرادوا أن ينكلوا بأهل قوم وقتلوا وذبحوا منهم، الإمام العسكري ليلة في صلاة الليل عند دعاء في الوتر، في صلاة الوتر يذكره الشيخ الطوسي، دعاء طويل عريض أطول من دعاء كوميل، يدعو به الإمام في وين؟ في قنوته، من أجل أن يدفع الله السوء والبلاء عن أهل قم. يعني الأئمة قاعدين يراعون هذا المركز، يراعون هذا المكان. هذا في الواقع هذا كل إطلالة وخطوط عريضة لهذا المشروع الذي ذكرناه حول سيدتنا فاطمة بنت الإمام سلام الله عليه. قال الراوي: فلما حملت سيدتنا تكتم أم الإمام الرضا عليهما أفضل الصلوات والسلام بنور فاطمة المعصومة لم تحس بثقل الحمل وما رافقه، بل كانت تشعر بالأنس وبالنور الذي كان معها نور فاطمة المعصومة. يا سامعين النظام صلوا على البدر التمام أبي القاسم محمد.
فلما اقتربت ولادتها وجدت اتساعا في جنبها وإذا بسيدتنا تكتم في ذلك الوقت المبارك في يوم الحادي من شهر ذي القعدة وإذا بها تجد بركة في صحتها وأنسا في قلبها ونفسها وإذا بسيدتنا فاطمة قد وضعت نور المعصومة أفضل الصلاة هذه ذي القعدة إلى الكاظم سطع برض المدينة نور بنت فاطمة علق الليل زينة خيرة النسوان أخت الرضا عنوان الديانة صاحبة عز وشرف عالي وأخلاق أمانة لما جت للدنيا ضوت كل أراضينا وسمانا غنى طير الجو يطرب ابتغى ريدا ولحونا جل قدرها ومنزلتها وشانها عالي ومعظم آسيا وام عيسى مثل حواء ومثل آسيا وام عيسى ابن مريم طاهرة من أرجى صفاها العلي من كل مأثم بها يقضي الله حاجات القوي فيها يقينا الله يقضي حاجاتكم إن شاء الله عن أبوها لا تسائل موسى بن جعفر الكاظم باب حاجات الموالي صاحب العز والمكارم وامها أكرم أمهات الخلق من دون العوالم والأخو مولاي اللي يحب للجنة ضمينة يا ضامن الجنان والأخو مولاي اللي يحب للجنة ضمينة فاطمة المعصومة قدوة في مواقفها وخلقها خل بيها تقتدي البنت التحافظ الشرفها في الحجاب وفي العباية الزينبية وكل أمرها لا تتابع للشرق والغرب وافعل المشينة مرقد المعصومة في قم تنفرج عند الشدائد
نسأل الله إن يرزقنا الزيارة للمشاهد ويستجيب الدعوة منا بحق بنت موسى المجاهد ويغفر لنا ولكل من يحيي ذكراها الثمينة ويحيي ذكراها الثمينة. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.